السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكوفر اكتشف برايمري 1 الصف الأول الابتدائي ترم 2 أو الترم الثاني، ولسه بنكمل مع بعض شرح شابتر 1 أو الفصل الأول Storytelling أو إخبار القصص. Storytelling إخبار القصص، إن إحنا نحكي قصة أو نحكي حكاية، وده طبعا في المحور الرابع Communication. Communication يعني التواصل أو الاتصال، وزي ما إحنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح page 86 او صفحة 86، وكنا عرفنا في شرح الدرس اللي فات ان اي story او اي قصة بيبقى ليها اجزاء، طبعا الاجزاء دي بتتمثل في الكاركترز او الشخصيات اللي بتكون موجودة في القصة، وبيكون في برضو الستنج او البليسز او الاماكن اللي بتدور فيها احداث القصة، وبيبقى فيها الايفنتس او الاحداث نفسها الخاصة بالقصة. واي ستوري في الدنيا يا اصحابي بيبقى ليها beginning يعني بداية، البداية اللي بتبدأ بيها القصة، وليها middle او المنتصف، وطبعا الميدل بتاع القصة او منتصف القصة الايفنتس بتكون انترستنج او الاحداث بتكون شيقة علشان انت تفضل مكمل وتفضل متابع القصة علشان توصل للنهاية اللي هي الاند. يبقى اي ستوري بيبقى ليها بيجيننج، بيبقى ليها ميدل، وبيبقى ليها كمان اند. النهاردة هنتكلم في page 87 او صفحة 87 على my favorite place. وعرفنا قبل كده يا اصحابي ان favorite يعني مفضل، my favorite place يعني مكاني المفضل، المكان المفضل بالنسبة لي. وهنا بيقول لنا draw a picture يعني ارسم صورة of your favorite place لمكانك المفضل. وطبعا يا اصحابي هنا مفيش اجابة نموذجية، كل واحد فينا ليه الفيفوريت بليس بتاعه او المكان المفضل بالنسبة له. وطبعا الفيفوريت بليس ده او المكان المفضل ده ممكن يكون انسايد او مكان مقفول زي البيت بتاعنا او زي الكلاس روم، ممكن يكون اوتسايد او في مكان مفتوح في الهواء الطلق زي مثلا البارك او المتنزه، زي مثلا الجاردن او الحديقة، زي مثلا الكلب او النادي، كل دي اماكن مفتوحة او اوتسايد. فكل واحد فينا عنده المكان المفضل او الفيفوريت بليس الخاص بيه، فانا عايزكم انتوا بترسموا الفيفوريت بليس او المكان المفضل بتاعكو، تتخيلوا المكان ده شكله عامل ازاي، تتخيلوا الالوان اللي انتوا شايفينها في المكان ده ايه هي علشان لما ترسموا تعرفوا تلونوا الالوان الصحيحة، تتخيلوا الاشخاص اللي موجودين او البيبل اللي موجودين في المكان ده هل يا ترى هم مين ولابسين ايه، تتخيلوا كمان الاصوات اللي انتوا سمعينها في المكان ده هل يا ترى ايه هي الاصوات دي، هل يا ترى في انيمالز ولا مفيش انيمالز، في حيوانات في المكان ده ولا لا. فقبل ما ترسموا المكان او الفيفوريت بليس بتاعكو او المكان المفضل بتاعكو عايزكوا تفكروا نص دقيقة بس وتتخيلوا المكان ده شكله ايه، ايه الكالرز او الالوان الموجودة فيه، وايه ومين البيبل او الناس اللي موجودة فيه، وهل يا ترى فيه انيمالز ولا لا. وكمان المكان ده لو انتوا بتاكلوا فيه فود معين او طعام معين الفود ده طعمه ايه وشكله ايه ولونه ايه، فكل ده عايزكم تفكروا فيه وبعدين ترسموا الفيفوريت بليس بتاعكو في السكوير او في البوكس او في المربع ده اللي موجود في page 87. اوكي نكون انهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 88 او صفحة 88 وعنوانها my main character يعني شخصيتي الرئيسية.
طبعا احنا عرفنا في الدرس اللي فات يعني ايه مين كاركتر. المين اللي هو الرئيسي او الاساسي، مين كاركتر يعني شخصية اساسية او شخصية رئيسية. يعني انا لو بكتب ستوري معينة اكيد هيكون فيها شخصيات اساسية زي البطل مثلا بتاع الستوري دي او البطلة بتاعت الستوري دي، هي دي الشخصية الاساسية اللي بتدور حواليها الاحداث. فانا هنا بيسألك مين هو المين كاركتر او الشخصية الاساسية في الستوري اللي انت ممكن تألفها. فانا بيقولك draw a picture of your main character، يعني ارسم صورة of your main character لشخصيتك الرئيسية. add يعني اضف، important details، important يعني هام، وdetails يعني تفاصيل. add important details يعني اضف تفاصيل هامة. يبقى مرة تانية draw a picture of your main character، add important details يعني اضف تفاصيل مهمة. طبعا يا اصحابي الستوري اللي انتوا ممكن تألفوها او الحكاية اللي انتوا ممكن تألفوها هيكون ليها main character. المين كاركتر ده ممكن يكون ولد او ممكن يكون بنت، ممكن يكون راجل او ممكن يكون ست، حد كبير يعني. فعايزكم تتخيلوا برضو المين كاركتر ده شكله ايه، وتتخيلوا هو لابس ايه، هدومه شكلها عامل ازاي، لان دي important details او تفاصيل مهمة. وزي ما انتوا عارفين ان الهدوم او الكلوزس اللي لابسها الكاركتر او الشخصية بتعبر عن هو شغال ايه او بيعمل ايه دلوقتي، تفاصيل مهمة او important details. هل يا ترى الشخصية دي بتعمل ايه دلوقتي او الكاركتر دي بتعمل ايه دلوقتي اللي انت بترسمها، بتعمل حاجة معينة ولا ما بتعملش حاجة، دي برضو important details او تفاصيل مهمة. المكان او السيتنج او البليس اللي هي موجودة فيه شكله عامل ازاي، هل يا ترى هو inside مكان مقفول ولا outside مكان مفتوح في الهواء الطلق. كل دي important details او تفاصيل مهمة عايزكوا ترسموها وانتوا بترسموا المين كاركتر او الشخصية الرئيسية في الستوري اللي ممكن انتوا تألفوها. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتميل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 89 او صفحة 89 وعنوانها My Story Beginning. My Story Beginning يعني البداية الخاصة بالقصة بتاعتي. My Story يعني قصتي، Beginning يعني بداية القصة بتاعتي. فهنا بيقول لنا يا أصحابي draw your story. draw your story يعني ارسم قصتك. draw the beginning of the story in the circle، ارسم البيجينينج أو البداية بتاعت القصة of the story in the circle. in the circle يعني في الدائرة، في هنا طبعا circle كبيرة في page 89 المفروض هنرسم فيها البيجينينج. draw the middle. draw the middle يعني ارسم المنتصف of the story الخاص بالقصة. in the two rectangles يعني هترسم الميدل بتاع الستوري في التو rectangles او في المستطيلين اللي موجودين طبعا في page 90 او صفحة 90 اللي هي الصفحة اللي بعد كده. واخر حاجة بيقولك draw the end of the story، ارسم نهاية الستوري او القصة. in the square، in the square في المربع. وفي page 91 او صفحة 91 في square كبير المفروض انت هترسم فيه الاند او النهاية الخاصة بالستوري بتاعتك. لو انتوا تفتكروا يا اصحابي المرة اللي فاتت احنا كنا افترضنا ان احنا الستوري بتاعتنا اللي احنا ألفناها كان اسمها الكسندريا تريب، يعني رحلة الاسكندرية او رحلة القصيرة اللي احنا رحنا فيها اسكندرية. وكنا قلنا في الستوري بتاعتنا الجميلة اللي احنا ألفناها ان في البيجينينج بتاعتها ان احنا كنا بنفكر ان احنا هنروح الكسندرية او ان احنا هنروح الاسكندرية، وكنا بنحضر الشنط بتاعتنا في البيت مع بابا وماما، وكنا رايحين علشان نركب الباص ونروح الكسندرية ونعمل تريب كده صغيرة او رحلة صغيرة عشان نستمتع بوقتنا. فالمفروض احنا نرسم هنا في السيركل الكبيرة دي البيجينينج بتاعت الستوري، مثلا
واحنا قاعدين مع بابا وماما في الباص ومبسوطين ان احنا رايحين الرحلة الجميلة بتاعتنا او الكسندريا تريب زي ما احنا سميناها المرة اللي فاتت. طب في التو ريكتانجلز او في المستطيلين اللي موجودين في بيج 90 البيج اللي بعد كده ممكن نرسم ايه يا اصحابي؟ بيج 90 او صفحة 90 فيها ماي ستوري ميدل او المنتصف بتاع القصة بتاعتي. احنا كنا في الميدل بتاع الستوري بتاعتنا عملنا ايه يا اصحابي؟ احنا كنا رحنا الكسندرية بالفعل او وصلنا الاسكندرية بالفعل ورحنا عند البحر او we went to the sea رحنا عند البحر علشان نستمتع بوقتنا. فاحنا نرسم في اول ريكتانجل هنا او في اول مستطيل هنا واحنا موجودين عند البحر وبنستمتع بوقتنا عند البحر وقاعدين على الشاطئ ومبسوطين احنا وبابا وماما. طب في الريكتانجل التاني احنا كنا عملنا ايه كمان لو تفتكروا؟ شاطرين كنا we had a great meal او كنا استمتعنا بوجبة جميلة ولذيذة وكنا قعدنا ناكل وكنا تخيلنا كمان ان ممكن الجريت ميل دي او الوجبة الجميلة دي كانت عبارة مثلا عن انواع كتيرة من السمك. فممكن نرسم هنا في الريكتانجل التاني ده ان احنا قاعدين مع بابا وماما واحنا بنستمتع بالوجبة اللذيذة الجميلة اللي احنا اكلناها واحنا في التريب بتاعتنا او في الرحلة الجميلة بتاعتنا. طب ده في الميدل يبقى رسمنا في الريكتانجل الاولاني واحنا موجودين عند البحر وبنستمتع بوقتنا، وفي الريكتانجل التاني رسمنا نفسينا واحنا بنستمتع بالوجبة الجميلة بتاعتنا. طب في السكوير او في المربع الموجود في بيج 91 او صفحة 91، طبعا بيج 91 فيها my story end. my story end او نهاية القصة بتاعتي في هنا سكوير زي ما احنا شايفين قدامنا. المفروض هنرسم فيه الستوري اند او النهاية بتاعت القصة بتاعتنا. فطبعا احنا كنا قلنا ان احنا في النهاية رجعنا البيت بتاعنا وكنا مبسوطين خالص بالتريب بتاعتنا او بالرحلة القصيرة بتاعتنا اللي رحنا فيها واستمتعنا بوقتنا وكنا موجودين مع بابا وماما في البيت ورجعنا البيت بالسلامة. فالمفروض ان احنا نرسم هنا نفسينا واحنا مع بابا وماما رجعنا البيت من الاسكندرية او from Alexandria وكنا مبسوطين وسعادة ان احنا استمتعنا بوقتنا او we had a great time ان احنا كنا قضينا وقت جميل في الرحلة الجميلة بتاعتنا. ممكن نكون رسمنا الستوري بتاعتنا البيجينينج والميدل والاند كمان، وزي ما قلت لكم المرة اللي فاتت هنا مفيش اجابة نموذجية، ممكن حد تاني يكون كتب ستوري تانية او تخيل ستوري تانية او قصة تانية، فهو هيشوف البيجينينج بتاعت الستوري بتاعته شكلها عامل ازاي وهيرسمها في السيركل، وبعدين هيشوف الميدل او المنتصف بتاعت الستوري بتاعته كان حصل فيها ايه وهيرسمها في التو ريكتانجلز، وفي الاند بتاعت الستوري بتاعته حصل ايه وهيرسم الاند بتاعت الستوري بتاعته في السكوير هنا او في المربع ده. وبكده نكون انهينا البيج دي وانهينا معاها شرح درس النهاردة. في الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من الدرس، لو اعجبك الدرس اعمل لايك، والاهم انك تشارك المعلومة مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الجروب بتاعنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو. وبالنسبة لقوائم التشغيل الخاصة بالقناة موجودة ومتنظمة، الخاصة بالترم الاول انا سايب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو برضو لو حابين ترجعوا للترم الاول تاني او حابين تشوفوا الدروس بتاعته، هتلاقوا اللينكس بتاعة القوائم بتاعة التشغيل موجودة في الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.